طيب استاذ سمير، برضو انا عايز اعرف من حضرتك، هو مصر بتملك ايه من التراث في هذه الجزئيه؟ ويعني احنا دايما كمان متعودين على طبعا الحرم الحسيني، السيده نفيسه، السيده زينب، لكن اعتقد ان تراثنا اعمق واكبر كمان من كده، يمكن الناس ما تدركش ابعاده عامله ازاي. يعني احنا العقيده بتاعتنا من زمان جدا، من قبل الاسلام ومن قبل المسيحيه، قائمه على انه احنا بنعيش مشوار في الدنيا عشان خاطر نروح بعد كده لربنا سبحانه وتعالى حاسبنا. وما اعتقدش ان في شعب اخر او حضاره اقدم مننا امنت بانه في ميزان وفي القلب هيتوزن وفي العداله قدامه، وانت لازم تبقى قلبك طاهر ونقي وخفيف. فهذا الارتباط خلى الانسان المصري مهما كانت ماديه الدنيا بتاخده في تفاصيل واحداث، الا ان هو دائما بيبحث عن غذاء روحه. فغذاء الروح هتلاقيه فين؟ هتلاقيه عند ناس مشهود لهم بالتقوى، مشهود لهم بالقرب، مشهود لهم بالصفاء، فهيبحث عنهم طول تاريخه حتى ناتي الى العصر الاسلامي، اللي هو مع الفتح الاسلامي احنا عندنا اقدم مكان في القاره بتاعتنا في المنيا، في البهنسه اللي فيها مقابر الصحابه، مقابر دي اللي بتسمى البقيع الثاني. البقيع الثاني في البهنسه، والشرقيه بتهيألي فيها، والشرقيه في الطريق قبل ما توصل للبهنسه. بس لم تاخذ حقها لحد النهارده، يعني محتاجه الحقيقه كلام كتير الناس تعرف في ايه اللي موجود هناك، لانه الصحابة مدفونين متركزين أكتر في منطقة البهنسة وفي منطقة المخطم في القرافة. وبعدين الارتباط بين اشمعنى المنطقتين دول بقى؟ البهنسة كانت في حملات الفتح، المنطقة دي هي بوابة الصعيد اللي اتفتحت معاها آخر المناطق، والمنطقة بتاعت المقطم اللي هي استوطنت فيها قبيلة بني قرافة اليمنية وانشأت المقابر وبقت المكان اللي بتدفن فيه الصحابة. القرافة اسمها جاي من مشكلة يا فندم؟